بيبدأ الفيلم بشخص اسمه جاكسون، وبيكون جاكسون بيحكي عن الأشخاص اللي بيكون ليهم قيمة كبيرة في حياتنا، وبيقول جاكسون إن الأشخاص دول بيبقى ليهم سحر خاص بيلمس قلب أي حد بيتعامل معاهم، وبيقول جاكسون إن حفيدته اللي اسمها لوسي تبقى واحدة من الشخصيات دي، وبيوصل جاكسون عند بيت لوسي وبيشوفها وهي بتلعب مع أبوها جيمس، وبمجرد ما لوسي بتشوفه بتقف وبتركز معاه، فبيسألها أبوها هي بتبص على إيه، فبتقول له إن جدها واقف قدامها، فبيقول لها جيمس إن جدها مات من مدة طويلة، وبنعرف هنا ان لوسي متعلقة جدا بجدها، ومن يوم وفاته هي بتتخيل ان هو موجود معاها ودايما بتشوفه، وفجأة لوسي بتكح جامد وبياخدها ابوها وبيدخل بيها البيت، وبتيجي ايزابيل ام لوسي وبتسلها الحرارة، وبتكتشف ايزابيل ان لوسي حرارتها عالية جدا، فبيقرروا انهم يودوها للمستشفى تاني يوم، وبعدها لوسي بتسأل امها عن ميعاد الكريسماس، فبتقول لها انه فاضل عليه 24 يوم، فبتفرح لوسي وبتقول لامها ان هي هتقدر تخلص الكتاب بتاعها، وبتعرف ايزابيل من لوسي ان هي بترسم صور كتير عن علاقة الإنسان والرب، وإن هي بتحاول تخلص الكتاب ده قبل الكريسماس، وبتطلب لوسي من أمها إن هي تكتب الأيام اللي فاضلة على الكريسماس على السبورة، فبتوافق أمها وبتشجعها على اللي هي بتعمله، وبيجي الليل وجيمس بيروح يطمن على لوسي في أوضتها، وبيشوفها وهي بترسم في الكتاب بتاعها، فبيقول لها إن هو فخور جدا بيها، وبيطلب منها إن هي تنام وترتاح وبيسيبها وبيمشي، وبعدها بيظهر لها جدها جاكسون وبيطلب منها إن هو ينام جنبها على السرير، فبتفرح لوسي وبتقول له إن هي بتحبه جدا وإن هي نفسها يبات معها على طول. وفي الوقت ده جيمس بيكون مع مراته في اوضتهم، وبيقول لها ان لوسي قالت له ان هي شافت جدها، فبتقول له ايزابيل ان لوسي خيالها واسع جدا، وبتعرفه ان هم لازم يشجعوا لوسي ان هي تكمل الكتاب بتاعها، وبيكونوا هم الاثنين قلقانين على لوسي بسبب السخونيه اللي جات لها فجاه، وبيدعوا ربنا ان الدكتور يطمنهم عليها تاني يوم. وفي الوقت ده بيكون في مسجون اسمه ادجار في مستشفى السجن، وبيظهر الاب جونسون وبيعرف من الدكتور ان ادجار عنده فشل كلوي وان هو لازم يعمل عمليه زرع كلى، فبيروح الاب لإدجار وبيحكي له عن مرضه، فبيقول له إدجار ان هو مش فارق مع الموت، وبيظهر ان إدجار فاقد الامل في حياته والياس مسيطر عليه، وده لان عيلته تخلت عنه ومحدش منهم جه يزوره، فبيقول له الاب ان هو لما يتعالج هيكون في حياه سعيده مستنياه، وبيعرفه ان هو هيتكلم مع مدير السجن علشان ينقله المستشفى تانيه علشان يحطوه على قوائم الانتظار في عمليات نقل الكلى لحد ما يلاقوا متبرع يتبرع له بكليته. وتاني يوم بتبقى ايزابيل مع بنتها لوسي في المستشفى، وبتعرف ان الدكتور ان لوسي عندها التهاب رئوي، وبيكتب لها على العلاج علشان تاخده، وبيقول لها ان لو حاله لوسي ما اتحسنتش في خلال اسبوع لازم ترجع بيها على المستشفى تاني، لان المرض ممكن يتطور ويبقى فيه خطوره على حياتها. وفي الوقت ده بيتم نقل ادجار للمستشفى، وبيجي الاب جونسون وبيديله الكتاب المقدس علشان يقرا فيه، وبيقول له ان هو هيبقى يجي يزوره ويطمن عليه وبيسيبه وبيمشي. وبيجي الليل وجيمس بيحاول يدي لوسي الدواء، وبيظهر جدها وبيقول لها ان ابوها كان بيرفض ياخد الدواء وهو طفل، فبتضحك لوسي بتقول لأبوها إن جدها موجود معاهم في الأوضة، وإن هو بيقول إنك كنت بترفض تاخد الدواء وإنت صغير، فبيقول لها أبوها إن جدها مش موجود معاهم، وبيطلب منها تبطل تألف قصص، وبتيجي إيزابيل وبيشتكي لها جيمس من لوسي، وبيعرفها إن هي مش راضية تاخد الدواء، فبتاخد إيزابيل الدواء منه وبتديه لوسي بكل سهولة، فبيهزر جيمس مع لوسي وبيعمل نفسه بيتخانق معاها علشان رفضت تاخد منه الدواء وأخدته من أمها، وبيفضل يلعب معاها شوية وبعدها بيسيبها علشان تنام، وبتمر الأيام ولوسي بتاخد علاجها في مواعيده. لكن للأسف العلاج ما بيجيبش نتيجة والتعب بيزيد لحد ما بيجي يوم ولوسي بتتعب جامد، فبياخدها أبوها وأمها وبيروحوا بيها على المستشفى، وهناك الدكتور بيقول لهم إن هم هيعملوا لها تحاليل وأشعة وبعدها هيقدر يقول لهم إيه حالتها بالظبط. وفي الوقت ده بيكون إدجار في المستشفى وبيبص لصورته مع مراته وابنه، وبيظهر إن إدجار حزين جدا لأن هو بعيد عنهم ومش قادر يشوفهم. وتاني يوم لوسي بترسم صورة شخص حزين جدا، وبتقول لأبوها إن الشخص ده بيظهر لها في أحلامها، وبتسأله إذا كان يعرفه، فبيقول لها ان هو ما يعرفوش، فبتقول له ان هو ممكن يكون شخص محتاج مساعده. وبتكون ايزابيل مع الدكتور وبتعرف منه ان لوسي هتفضل في المستشفى لان نتيجه التحاليل والاشعه بتقول ان المرض اتطور وفي خطوره على صحتها، وان هي لازم تاخد جرعات عاليه من المضادات الحيويه ولازم تكون تحت الملاحظه. وبتيجي ابريل جدة لوسي وبتواسي ايزابيل وبتقول لها ان هي هتفضل معاهم في المستشفى، وبعدها بينقلوا لوسي على اوضتها. واثناء ما هم في الطريق لوسي بتقابل ادجار، فبتقول لهم ان هو ده الشخص الحزين اللي شافته في الحلم، وبتوريهم الصورة اللي هي رسمتها له. وبعدها بتدخل لوسي اوضتها وجيمس بيسأل الممرضة عن ادجار، وبيكون قلقان وخايف من وجوده في المستشفى، فبتطمنه الممرضة وبتقوله ان مفيش اي خطورة منه، وده لان هو محجوز في المستشفى علشان يزرع كلى، وان هو اصلا بيمشي بصعوبة شديدة، ده غير ان عليه حراسة برضه طول اليوم. فبيطمن جيمس وبيرجع لبنت لوسي، وبتلاحظ لوسي ان ابوها وامها وجدتها زعلانين ومتضايقين علشان خايفين عليها، فبتقول لهم لوسي ان هي كويسة جدا وبتهزر معاهم وبتخ
بتخليهم يضحكوا كلهم. وبتيجي بعد كده الدكتورة اللي اسمها ستاسي وبترحب بلوسي وبتعرفها ان هي اللي هتكون متابعة حالتها. وبعدها ستاسي بتتكلم مع جيمس وإيزابيل وبتقول لهم ان بنتهم حالتها صعبة جدا لان هي عندها مرض بكتيري في الدم ولو هي ما استجابتش للعلاج ممكن تموت. وبتعرفهم ان هي هتعمل كل اللي تقدر عليه علشان تعالجها. وفي الوقت ده بيبقى اتجار في اوضته وبيبص لصورة بنته ومراته وبيجي الشرطي المسؤول عن حراسته وبياخد الصورة منه وبيقطعها وبيسيبه وبيخرج. فبيتعصب اتجار وبيزعل جدا على الصورة. وبالليل جيمس بيبات مع لوسي في اوضتها وبعد شوية وقت بتقوم لوسي من النوم وبتخرج من الاوضة وبتفضل تتسحب علشان تروح لاتجار في اوضته. وفي طريقها لهناك بتقابل عامل نظافة وبتعرفه بنفسها وبتسأله هو حزين ليه. فبيقول لها ان هو حزين على مراته اللي ماتت من فترة قريبة. فبتقول له ان ربنا بيحبه وان هي هترسم له صورة وهتديها له تاني يوم علشان لما يبقى حزين يبص في الصورة وحزنه يختفي. وبعدها لوسي بتقابل جدها وبتقول له ان هي رايحة تزور شخص وهتتصاحب عليه. فبيقول لها ان هو هيساعدها وبيروح يضرب جرس الانذار علشان يشتت انتباه الشرطي. والغريب ان الجرس فعلا بيرن وبيقوم الشرطي علشان يشوف في ايه. فبتدخل لوسي اوضة ادجار وبتعرفه بنفسها وبتقول له ان هي حلمت بيه وعايزة تبقى صاحبته. لكن ادجار بيرفض وبيطلب منها تمشي وترجع اوضتها. فبتدي له لوسي الكتاب المقدس اللي جنبه وبتقول له ان هي هتمشي دلوقتي ولكن هتجي له تاني يوم في نفس الميعاد علشان تقرا معاه في الكتاب المقدس. وتاني يوم ايزابيل بتجيب للوسي السبوره بتاعتها فبتفرح بيها لوسي وبتبدا تكتب عدد الايام اللي باقيه على الكريسماس. وفجاه لوسي ما بتعرفش تتنفس وبتتعب جامد. فبتجري جدتها وبتنده على الممرضه. فبتيجي الممرضه بسرعه وبتحط لها جهاز التنفس الصناعي. وبتيجي الدكتوره ستاسي وبتكشف عليها وبتقول لهم ان العلاج ما جابش النتيجه ولازم لوسي تعمل اشعه فورا. فبياخدوها بسرعه على غرفه الاشعه. وفي طريقهم لهناك بيقابلوا ادجار فبتساله لوسي عن المرض اللي هو بيعاني منه. فبيقول لها ان هو محتاج حد يتبرع له بكليته والا هيموت. فبتطلب لوسي من ابوها ان هي تتبرع لادجار بكليتها. فبيقول لها ابوها ان ده ما ينفعش وبياخدها وبيروح بيها على غرفه الاشعه. وبيروح ادجار على غرفه الغسيل الكلوي. وبالليل ايزابيل بتحكي قصه لوسي لكن النوم بيغلب عليها وبتنام جنبها على السرير. وبيجي جاكسون وبياخد لوسي وبيخرجوا سوا من الاوضه. وبتقابل لوسي عامل النظافه وبتديله الصوره اللي هي رسمتها له وبتطلب منه ان هو يفتكر دايما ان ربنا بيحبه. فبيتاثر عامل النظافه وبيشكرها جدا وبيقول لها ان هو بيحب ربنا وبيحبها هي كمان. وبعدها لوسي بتدخل اوضه ادجار من غير ما الشرطي يحس وبيرحب بيها ادجار وبيعرفها بنفسه. فبتساله عن صحته وبيقول لها ان هو لسه تعبان. فبتقول له ان هي تعبانه هي كمان وما بتعرفش تتنفس كويس لكنها بتطمنه وبتقول له ان هم هيبقوا كويسين وهيخفوا من المرض. وبتطلب منه ان هي تقعد معاه فبيوافق وبيقعدها جنبه على السرير. وبتساله لوسي على الصوره اللي جنبه فبيوريها لها وبتساله هو مين اللي قطعها بالشكل ده. فبيقول لها ان الضابط اللي بيحرسه هو اللي عمل كده. فبتساله لوسي عن مراته وابنه اللي في الصوره. فبيقول لها ادجار ان هو خسرهم للابد لان هو عمل حاجات كتير غلط وبسببها هم زعلوا منه وبعدوا عنه. وبيعرفها ان هو ندم على الغلط اللي هو عمله وقرر ما يعملوش تاني مهما حصل. فبتطلب منه لوسي ان هو يدور عليهم ويعتذر لهم. فبيقول لها ان هم مش هيسامحوه. فبتطلب منه لوسي ان هو يكون عنده ايمان بربنا وان اكيد ربنا هيسامحه وطالما هو بطل يعمل اي فعل غلط فاكيد ربنا هيخلي اهله يقبلوا اعتذاره ويسامحوه. فبيستغرب ادجار من كلامها وبيقول لها ان هو عمره ما قابل حد زيها في حياته وبيوافق ان هم يكونوا اصحاب. فبعدها بيقعدوا يقروا سوا في الكتاب المقدس. وبيخلص ادجار قرايه بسرعه وبيطلب من لوسي ان هي ترجع اوضتها علشان تنام. فبتقول له ان هي هتجيله تاني يوم علشان يكملوا قرايه. فبيطلب منها ما تجيش لان هو شايفها تعبانه ومحتاجه ترتاح. فبتقول له لوسي ان هي مش بتحس باي تعب طول ما جدها بيكون معاها وبتشاور له عليه لكن ادجار مش بيشوفه لكنه بيقول لها ان هو مصدق ان هي شايفه جدها. وبيشكرها ادجار وبتخرج لوسي من الاوضه علشان ترجع اوضتها. وبتشوف لوسي واحده ست اسمها بيتي. فبتدخل لها الاوضه وبتعرفها بنفسها وبتفضل تهزر معاها وبتقول لها ان ربنا بيحبها. فبتقول لها بيتي ان ربنا بيحبها هي كمان. وبعدها لوسي بترجع اوضتها وبتنام. وبتمر الايام ولوسي كل يوم بتخرج من اوضتها وبتسلم على عامل النظافه وبتدخل اوضه ادجار من غير ما الشرطي يشوفها. وبتقضي هي وادجار وقت كتير مع بعض لحد ما بيجي يوم الكريسماس وبتكون لوسي راجعه اوضتها. وبتشوف الاب جونس ان هو مع مرات ادجار وبنته وبتعرف ان هم جايين يزوروا ادجار. وبمجرد ما بيدخلوا الاوضه ادجار بيبقى طاير من الفرحه ومش مصدق نفسه. وفي الوقت ده لوسي بتقول لابوها ان ربنا استجاب لدعوتها هي وادجار وان مراته وبنته سامحوه ورجعوا له تاني. فبيستغرب ابوها من كلامها وبيسالها هي ازاي عرفت كل ده. فبتقول له ان في حاجات كتير هو ما يعرفهاش لكنه هيعرفها في الوقت المناسب. وبعدها بتدخل لوسي اوضتها وبتدي ورقه للدكتوره ستاسي وبتقول لها ان دي امنيتها في الكريسماس. فبتقرا ستاسي الورقه وبيبقى مكتوب فيها ان لوسي عايزه تتبرع على ادجار بكليتها. فبيستغربوا
كلهم واستاسي بتقول لها ان ده لازم يتم بموافقة ابوها وامها. فبيسألها ابوها هي ليه عايزة تعمل كده، فبتقول له ببساطة ان هي مش عايزة ادجار صديقها يموت. فبتستغرب هنا جدة لوسي وبتسأل الدكتورة استاسي اذا كان ينفع شخص بالغ يعيش بكلية الطفل. فبتقول لها استاسي انه ينفع والعملية دي اتعملت كتير قبل كده، وبتعرفهم ان فصيلة دم لوسي تبقى نفس فصيلة دم ادجار. فبيقول جيمس البنت لوسي ان هم هيفكروا في الموضوع. وبيجي الليل وبتطلب لوسي من ابوها ان هو ياخدها ويروح لادجار، وده لان هي عايزه تديله الكتاب بتاعها لكنها تعبانه ومش قادره تمشي على رجليها. فبيشيلها جيمس وبيخرج بيها من الاوضه. وفي طريقهم لهناك لوسي بتودع عامل النظافه، وبتقابل بيتي وبتودعها هي كمان، وبتودع طفل مريض في اوضته مع امه. فبيستغرب جيمس من اللي بتعمله لوسي، فبتقول له ان هي بتودع اصدقائها. وبعدها بيدخلوا اوضه ادجار، فبيقول ادجار لجيمس ان بنته دي ملاك مش بشر وان هي غيرت له حياته للابد. وبيقول ادجار للوسي ان عيلته جت زارته اخيرا، وبيعرفها ان هي كان عندها حق لما طلبت منه يثق في ربنا. وبيحضنها ادجار وبيشكرها علشان خلته يحاول تاني. فبتديله لوسي الكتاب بتاعها وبتقول له ان هو هيتعالج وهيبقى كويس وهيرجع يعيش مع عيلته تاني. وبتقول له ان هي لازم ترجع لاوضتها علشان هي تعبانه دلوقتي. وبتخرج من الاوضه هي وابوها لكنها بتلمح مفاتيح الكلبشات، فبتاخدها من ورا الشرطي وبترجع تديها لادجار. فبيستغرب من اللي هي بتعمله لكنه بياخد المفاتيح وبيخبيها. وبترجع لوسي اوضتها وبتتعب جدا، وابوها وامها بيعيطوا عليها جامد. ولوسي بتطلب من ابوها ان هو يحكي لها قصه، فبيبدا ابوها يحكي لها قصه كالعاده، وبيقول لها ان كان في اميره جميله جدا، واول ما جت للدنيا الكل حبها، وان هي غيرت حياه كل الناس اللي حواليها للافضل. وبيقول لها ان الاميره دي اسمها الاميره لوسي. وفي اللحظه دي ادجار بيقرا الكتاب بتاع لوسي، وبيشوف اول صفحه وبيلاقي مكتوب فيها لوسي وامير السلام. وبتحكي لوسي قصتها من خلال الرسومات، وبتقول ان هي حلمت بشخص حزين في الحلم وربنا حب ان هو يساعده من خلالها. وفي يوم هي كانت بتلعب وفجاه تعبت ودخلت المستشفى وقابلت الشخص اللي هي حلمت بيه. وفي اخر صفحه بتكون كاتبه لادجار ان هي هتتبرع بكليتها ليه، وده علشان يعيش مع اسرته بقيه حياته. وبتكون لوسي سايبه باقي الصفحات فاضيه، وبتقول لادجار ان هو اللي عليه الدور علشان يكمل رسم. فبيتاثر هنا ادجار جدا وبيبدا يعيط. وتاني يوم لوسي بتموت وكل اللي موجودين بيحزنوا عليها جامد، وادجار بيفك الكلبشات وبيخرج من اوضته ورا الشرطي، وبيروح لاوضه لوسي وبيفضل يعيط. وبيشوفها ابوها وهي ماشيه مع جدها، ووقتها بيفهم ان هي كانت بتشوف جدها لانه كان جاي ياخدها. وبعدها ابوها بينفذ وصيتها وبيتبرع بكليتها لادجار، وبتنجح العمليه وبيقضي ادجار عقوبته وبيخرج من السجن وبيرجع يعيش مع عيلته تاني. وبيكون هو وعيلته فاكرين لوسي دايما، وكل عيد كريسماس بيقروا كتابها. وجيمس وايزابيل بيخلفوا طفل تاني، وبيلعب جيمس معاه زي ما كان بيلعب مع لوسي وبيحكي له عن لوسي. وبتيجي لوسي مع جدها وبيشوفوا جيمس، فبيقول لابنه ان الملاك البريء اللي قدامه ده تبقى اخته لوسي واللي عمرهم ما هينسوها ابدا. وبيخلص الفيلم. ما تنساش تعمل اشتراك لقناة فيلم تشينو على اليوتيوب، وكمان تعمل فولو على الاكونت الجديد على الفيسبوك، وهسيب لك الرابط في اول تعليق. ويلا سلام.